السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو له أشكال هندسية للتحكم فيما يحدث بجسدك، اللي هو بين قوسين علم الفيجيومتري. كان جه تعليق جميل جدا من المهندسة مروة، ونعرفها على المستوى الشخصي مهندسة شاطرة جدا. بتقول تعليق: أنا مش عامل فيديو ده عشان أرد على التعليق، لا التعليق أنا موافق عليه تماما، ما عنديش أي مشاكل فيه، لكن في بعض الملحوظات مش متعلقة بالتعليق لكن متعلقة بالتوضيح بعض النقاط ان شاء الله. فانا هقرا التعليق كاملا بدون تعليق. المهندسه مروه بتقول: انا عندي اقتناع شخصي بموضوع الطاقه، واللي اكده ان كان في حاله للشكيري وقاس الطاقه قبل وبعد الوضوء وقبل وبعد الصلاه، لكن اكيد استخدام الموضوع بالشكل ده غلط. يعني حتى دكتور فلان الفلاني اللي حضرتك جبته في اخر الحلقه في كلام بيقوله صح، لكن انا ما اخدش كلام حد بشكل مسلم بيه. جميل جدا. يعني حتى عندنا يقول لك ايه: كل يؤخذ منه ويرد الا رسول الله. يعني فقط الرسول عليه السلام هو الوحيد اللي احنا ما بنقدرش نرد كلامه. يعني موضوع تشتيت الطاقه الكهربائيه زي ما احنا بناخد طرف ارضي، هو جربه بره في مزرعه بالاشكال وحقق الهدف، ولما راى ايات واسماء الله الحسنى على ميه وتغيرت شكل بلورتها، لكن طبعا ليه اراء مبالغ فيها، وده كلام سليم. اي حد بيبقى عنده كلام صح وكلام غلط، فاحنا بننبه ان او الواحد بيستغرب لما بيلاقي الناس منساقة لان الراجل ده اسمه كبير، الراجل ده فلان فلاني. يعني نتخيل عشان بس اوضح النقطة اللي انا بقول عليها، ان دكتور فاروق الباز مثلا، يعني ربنا يديله الصحة ويطول عمره، راجل محترم وراجل علمي وراجل قال كلام غلط، هل نمشي وراه في الكلام الغلط دوت؟ اتكلم في غير تخصصه، تمام. دكتور مجدي يعقوب متخصص في القلب، اتكلم في حاجة في العمارة. دكتور احمد زويل الله يرحمه، لان مثلا في كتاب بيتكلم كلام غير تخصصه، اكيد مش هاخد كلامه مسلم بيه يعني، تمام. طيب وحقق الهدف ولما رأيت واسماء الله الحسنى، لكن طبعا لا اراء مبالغ فيه. لكن مثلا انا درست علم الفينج شوي، هنتكلم عن علم الفينج شوي واوضح لكم ان في كلام جميل في علم الفينج شوي وفي حاجات سيئة جدا جدا اكتر بكتير من الحاجات الكويسة. علم طاقة المكان مش مقتنع بكل كلمة فيه، لكن في حاجات من غير ما نحطها تحت مسمى معين بالنسبة للحقيقة. مثال بسيط: طول عمري مش بحب اقعد على مكتب وفي ظهر شباك مثلا، تمام ماشي، ومثلا البلاط بتاع زمان او الباركيه اريح من استخدام البورسلين والحاجات المصنعة، لان حاجة متوافقة مع الطبيعة فبتحسن طاقة الانسان. لقيت ده في الفينج شوي، احساس مثل كويس زي عدم الامان او انت مش شايف كل حاجه حواليك وهكذا. كمان متاكده المصريين القدماء كان عندهم العلم دوت، موضوع انه في القران والسنه ربنا ساب لنا كتير من العلم نكتشفه بنفسنا، ممكن بعد كده نكتشف اي دلائل موجوده، لكن ده بعد ما عرفنا بالعلم. اسفل الاطار كان بجد اللي بياخدوا الحاجات دي ويعملوها تجاريا بيضيعوا الموضوع، وما اعتقدش الموضوع ينفع يتعمل فيه دكتوراه لان مصادره مش كفايه، مجرد اجتهادات. قرينا التعليق كاملا من غير ما نقرا ما نلغي اي كلمه. طيب خلينا بس ناخد تعريف العلم المزيف. خلي بالك من كلمة علم وكلمة مزيف، يعني في حاجات حقيقية وفي حاجات غير حقيقية، فاحنا لازم ناخد الحاجة اللي مفيدة لينا ونسيب الحاجات اللي مش مفيدة، وده هنلاقيه في حاجات كتيرة جدا. يعني ايه علم مزيف؟ طيب العلم بيبقى ليه قواعد قابلة للتكرار وقابلة للقياس، يعني ما ينفعش تتعملت مرة وما ينفعش تعمل وتيجي تقول لا ما ينفعش نكررها او ما ينفعش نقيسها. على سبيل المثال، في مثلا حد كان بيعمل دورة بيقول لك ده حد حضر الدورة ده وحقق انجاز رهيب جدا، طب ده نسبة قد ايه من اللي حضر الدورة عن الموضوع دوت؟ يعني حضر 1000 واحد، نسبة كام في المية اللي استفاد وعمل الموضوع دوت؟ وممكن الواحد اللي حضر من 1000 دوت يكون هو اصلا عنده الامكانية دي، يعني واحد حضر الدورة وقراءة سريعة وقدر مثلا يبقى يقرا 1000 كتاب في اليوم، ما ممكن يكون هو عنده القدرة دي، لكن نسبة كام في المية قدروا يعملوا الموضوع ده؟ نسبة كام في المية يعني قدروا مثلا دورة تحفيظ القرآن بطريقة معينة قدروا ان هم يحققوا الفائدة دي؟ ممكن يكون الشخص ده استثنى، يعني انت اديتها ل 10,000 واحد جم اتنين كويسين. فاحنا عشان نتكلم ان ده علم يبقى قابل للقياس وقابل للتكرار، تمام؟ فهي دي النقطة. انا مش ضد اي حاجة من الحاجات ديت، لكن ضد استغلالها تجاريا، ضد النصب اللي فيها، ضد ان انت تلعب على عاطفة الناس زي ما هنشوف مع بعض الحاجات البسيطة جدا. يعني صدقني لو عملت سيرش هتلاقي
حاجات رهيبه جدا من الكتب بتاعتهم. يعني مش بقول لك حد، مش هجيب لك حد بيهاجمهم، لا انا هجيب لك ناس من علماء العلم دوت. تمام، ونشوف يعني. خلينا نبص كده بصه سريعه ونرجع تاني لموضوع العلم المزيف. ماشي، ده حد مشهور جدا جدا، دكتوره فلان الفلاني، بتتكلم عن طاقه المكان، وبتقول ان سبب النيره الطالبه بجامعه المنصوره، سبب ان تم قتلها ان هي كانت اتصورت مع صوره لوحه الخريف الرعويه او العاشق المجنون، ودي بتمثل شخص بيطعم حبيبته او يطعمها قبل ما يقتلها. طاقه الصوره سيئه وانعكست على صاحبتها، يعني هي سبب الجريمه انها صورت مع الصوره دي. يعني انت متخيل احنا بنتكلم في ايه؟ فانا بقول ان يعني في علم لكن مختلط بحاجات كتيره جدا، فاحنا محتاجين حد يفلترها ويبدا يدينا النبذه او يدينا الخلاصه منها. ليه؟ لان ما ينفعش، يعني انا ما عملش متابعه لصفحه زي دي، لان رحت بس ايه، قلت انا عايز اشوف الناس اللي في العلم ده بيتكلموا في ايه، فدي اول حاجه طلعت لي. تمام، فبيقول لي ايه، كل يوم بالتاني بتجي لي رسائل عن اشخاص انتهوا بسبب طاقه صورتهم. احذر صوره الاجنحه، احذر صوره التورته، احذر صوره الكرتون، احذر صور الشر، نشر المعلومه تعني انقاذ حياه، ربنا يحفظكم ويحفظ احبابكم. تخيل ان دكتوره تتكلم في حاجه زي كده. طب يعني ده يعني ما اعرفش ايه تخصصها، بس يعني حاجه مثيره للضحك، ومثيره ان انت تلاقي الناس اللي في التعليقات اغلبهم مؤيدين ليها وبيسقفوا لها، منتظر تعليقتك وحاجات زي كده. تمام، وانا شكيت في الصوره فيها شيء مخيف. يعني كم تعليق؟ 4600، هتلاقي اغلبهم مؤيد ليها. تمام، فتخيل وناس، فهي زي ما حد كان بيقول كده، شعوذه وجهل، وجهليه الانسان الاول اللي كان بيخاف من الرعد وزن الالهه تتشاجر واسماء دكتوره. دكتوره في ايه بالظبط؟ ما هي دي الفكره. يعني مثلا علم التنميه البشريه انا استفدت منه بصراحه، ودكتور ابراهيم الفقي انا استفدت منه، ولسه حتى الان استفدت منه، وعمل حاجات كتيره كويسه وكل حاجه، لكن في بعض الحاجات اللي لازم ان احنا نفلترها، وهو فلتر حاجات كتيرة من العلوم دي. يعني العلوم دي قبل ما توصل لنا على ايد دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه، ربنا يجزي عنا كل خير، كان فيها حاجات يقول لك ايه، لازم تؤمن بتناسخ الارواح قبل ما تتعلم العلم ده، فهو فلتر وشال حاجات كتيرة وحشه، لكن في بعض الحاجات اللي لازم نخلي بالنا منها. زي مثلا يعني من مشاكل علم التنميه البشريه، هو ما اسموش كده مفروض، بس يعني منتشر بالاسم دوت، فعشان ما حدش يتلخبط بنقول الاسم ده، ان هو غير قابل للقياس. يعني ما نقدرش نقول عليه علم، فلازم نقول عليه علم مزيف. مش معنى ان هو علم مزيف ان اللي بيدرسونه الصبيين والحراميه والحاجات دي كلها، لكن لازم تبقى عارف ان الصراحه ان في علوم مزيفه، لو عندك العلم الكافي تقدر تدخل فيها وتقدر ان انت تفلتر، يا ريت. انما مش هتقدر تفلتر، ابعد عنه وحاول تاخده عن طريق حد بيفلتر، حاول تاخده عن طريق حد بيفلتر، لان ممكن تاخد يعني ايه كراعي كحاطب ليل، واحد ما عندوش علم فكانه راح يحتطب بالليل، فممكن بعد ما يجيب شويه حاجات يكتشف ان هو لم روص بهايم بدل ما يلم حاطب، اعزكم الله. فهي دي الفكره، ان يعني دكتوره استاذ مروه العلايت او مهندسه مروه عندها العلم الكافي انها تفلتر، وانها تاخد الحاجه المفيده مثلا من دكتور فلان، والحاجه اللي مش مفيده انها تسيبها، وحاجات زي كلها. تخيل مثلا حد ما عندوش علم كافي في الفلسفه، فدخل الفلسفه وقعد يطلع على كتب الاغريق والحاجات دي كلها، زي العالم الكبير ابن سينا. ابن سينا متخصص في الطب، لكن هو يعني دخل في الفلسفه وهو ما عندوش علوم في الدين، فاخطا كتير، يعني امن ببعض الحاجات اللي هي بتخالف الدين، وده عمل مشكله كبيره جدا. طيب اغلب الكلام ده موجود فين؟ اغلب الكلام ده موجود في الكتاب دوت، يعني ده كتاب المرجع ليهم، ده الغلاف، تخيل ايه اللي موجود جوه. تمام، هو معتمد على النظريات بتاعت البوذيه ونظريات مالناش دعوه بيها، يعني حاجات اصلا خرافات، اللي هو علم الشقاره، لو هو علم العلوم المزيفه اللي ما اعتبرش علم خالص يعني.
طيب تعال نشوف صفحة تانية برضو. تمام، دي حد من الناس المتخصصة جدا، من يعني أول ما عملت سيرش طلع لي الدكتورة فلان الفلانية طاقة المكان. تخيل الصور المفروض تتسمع عشان يبقى المكان بتاعك كويس. أهم أسرار الأسماء في علم الفينج شوي. أنا في واحد هندي قبل كده، كان كنت ربنا زاني بالطفل، فبيقول لي أخباره إيه، قلت له أنا سميته معاذ، فقال لي إيه ده، أنت ينفع إن أنت لسه مخلف؟ إحنا لازم نستنى شهر وبعد كده نروح للراهب يختار له الاسم اللي هيكون على أساسه السعد بتاعه. تمام، فده هو ده اللي هي بتتكلم فيه. تمام، أنا مش هقرا المقالة كلها، بس الصورة موجودة عندكم أهي، ما فيش حاجة خبيتها، وتقدر تدور على الصفحة تطلع لك على طول. تمام، فبتقول لك ان الاسم ليه قوة، بيقول لك ان اسم حرف الان لو في اول الكلام يبقى انت في سعد وكده. يعني نوكيا كسبت مش لان عندهم فكرة ادارة او منتج كويس، لا هو ده هي بتاع، لا بتقول لك نوكيا انها خسرت بسبب ان حرف الان في الاول. هذا بسبب وجود حرف الان او النون في بداية الاسم مع وجود حرف الكي يقوي اكثر حرف الان، لذلك لم تنجح. يعني شركة نوكيا خسرت بسبب ان حرف الان والكي. تمام، لو دولة بحرف النون، السودان وفلسطين وافغانستان وباكستان واليمن وايران، كلهم فيهم مشاكل وخلافات كثيرة. طبعا لو دورت هتلاقي في دول كتيرة بتكتب حرف النون زي الفل، اليابان اهي. تمام، لكن ما عندهمش استقرار بسبب ان حرف النون، الزلازل اللي بتحصل بسبب ان هي حرف النون، لو احنا غيرنا البلد هتبقى الزلازل دي هتختفي. فتخيل العقلية، ودي من رواد علم الفينج شوي. علم الفينج شوي فيه بعض الحاجات المفيدة. تمام، يعني على سبيل المثال في ماتريال معينة بنستخدمها، ودي بتدرس من قبل الفينج شوي بكتير، ان لو الحاجة خشب او كذا بتبقى احسن حاجة. المواد الطبيعية كل ما تكون طبيعية كل ما تكون افضل، وفي بعض الماتريال كويس، وده بيدرس في هندسة ملوش علاقة بالفينج شوي. أي علم مزيف لازم عشان ينتشر بيستعين ببعض الكلام السليم. تمام، أي علم مزيف لازم تلاقي فيه كلام صح، وإلا مش هينتشر، وإلا مش هنسمع عنه. لازم يبقى فيه كلام سليم، لازم يبقى واخد بعض الحاجات الكويسة. فمحتاجين حد، يعني لو أنا بتكلم في تخصصي أنا هقدر أفلتر الكلام، لو في حاجة في الطب أنا مش هقدر أفلتر. تمام، لكن ممكن بالعقل كده الواحد يبص كده يشوف الكلام، الأسماء اللي بتنتهي باسم حنان وشيرين وإيمان وشريهان وكذا. أنا ما بفضلش الأسماء اللي بتنتهي بحرف النون، ده كلام. تمام، والغير مباح في الفانج شاي لازم، يعني الحروف القوية في الاسم، لو أنت اخترت حروف كذا يبقى أنت سعد. شركة كنتاكي ومايكروسوفت اختاروا حرف الكي فبقوا إيه، بدأوا يكسبوا وحاجات زي كده. تمام، يعني شركة جوجل اختار سعد بتاعها وانتشرت بسبب انها اختارت الاسم. تمام، ده لا ينفي ان في بعض الحاجات اللي موجودة في علم التنمية البشرية وعلم الفينج شاي، ومش بنهاجم بشكل عشوائي، لا احنا بنقول ان في تخاريف زي ديت، حاجات غير منطقية، وانا سايب الحكم ليكم، مش مخبي حاجة خالص. ده من الصفحة بتاعتهم، مش صفحة بتهاجم ليهم او صفحة بتريق عليهم. والفينج شوي لازم بيكون معتمد على حاجة، على بعض الحاجات اللي هي تكون صح، وبعد كده بحط بقى تخاريف. ليه؟ عشان يبيع، يقول لك والله اشتري صخرة معينة هتخف. تمام، وهو عارف ان في علم إيحاء، ان لو يعني في مثل غلط بيقول لك ايه، لو انت اقتنعت او امنت بصخرة بتفيدك، هو مش بيفيدك الصخرة لكن بيفيدك، يعني وده انا مش موافق عليه، ده مش تبع الدين، لكن هو بيقول لك ايه، ان كانك انت خدت دواء وحد اقنعك ان هو بيشفي. كان في حد في الجيش، وكان في صول بيعمل ناس بطريقه وحشه، فقال انا هديك برشام تخليك تخف وتبقى كويس وكل حاجه، واداله اسبرين، يعني شال الاسبرين من قلب بتاعه، واقنعه ان دي حاجه الماني وحاجه قويه، فاقتنع وفعلا يعني حس ان هو افضل وكده. فده إيحاء. تمام، فاحنا لازم نخلي بالنا من ان احنا ما نخدعش. طيب هختم لكم بان في كتاب حلو قوي اسمه العلم الزائف وادعاء الخوارق،
أدوات المفكر النقدي، تأليف جوناثان سي سميث، ترجمة محمود خيال. الكتاب ده هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو، هتستفادوا منه كتير جدا. مش هحط لكم رابط الكلام أي كلام دوت، لكن الكتاب ده إن شاء الله يفكه وينبهنا للمشاكل. مش عايز أطول أكتر من كده، لكن كل فترة هتلاقينا نزلنا على القناة فيديو بيتكلم عن العلم الزائف، لأنه كتر كتير في حياتنا، ومحتاجين ان احنا نعرف ان مش معنى في كلمه حلوه في قلب الحاجه ان احنا ناخد العلم كله، لا، ممكن تلاقي فيه دخن، ولكن الاصل فيه ان هو في مشاكل، ومش معنى ان هو في حته حلوه ان احنا ناخدها، يعني نخلي بالنا.